بسم الله، هنتكلم على الـ Operating System Structure. في different models أو أشكال مختلفة من المودلز عشان يقدموا لي السيرفيسز اللي هي الخاصة بالـ Operating System. طبعا زي مثلا زي إيه؟ زي السيمبل Structure بتاع المايكروسوفت أو الـ MS-DOS. في عندي حاجة more complex زي اليونكس. في نوع تاني بنقول عليه layered structure، أو بيكون من مجموعة من layers، الطبقات يعني. وفي نوع اللي هو اسمه micro kernel. في أنواع تانية مش مذكورة هنا في السلايد ده زي المودولار سيستم، وفي نوع اسمه الهايبريد سيستم. في أشكال مختلفة علشان تقدمني الأوبريتنج سيرفيس او اوبريتنج سيستم يعني سيرفيسز. طيب لو جينا اتكلمنا على النوع الاول اللي هو الام اس دوس. الام اس دوس زي ما احنا شايفين في الشكل كده، في مجموعه من الليفلز للفانكشناليتي بتاعته. بتبدا من فوق عندي الابلكيشن بروجرام، وبعد كده في عندي السيستم بروجرام، وفي بعد كده الام اس دوس ديفايس درايفرز. وده ممكن تستخدمه في الاكسس للانبوت اوتبوت، او عندي للهارد ديسكات او كده. في عندي اللير تحت خالص اللي هي روم بايوس ديفايس درايفرز. تمام، لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان مفيش اللي هو موضوع السيبريشن بتاع الكيرنل مود واليوزر مود. وبعدين هنا بالتالي الابليكيشن بتاعي ممكن يكتب في الميموري او في السيستم، وممكن ممكن يحصل كونفليكت او ممكن يحصل فيلير او هكذا. فهتيجي تبص هتلاقي ان الديز ادفانتجز بتاعه النوع ده ان هو مفيش بروتكشن. يبقى فيه اول حاجه نو بروتكشنز، تاني حاجه ان هو فيري كومبلكس تو مينتين. يعني هنا اي ابلكيشن ممكن يكتب وممكن يحصل كونفليكت بينه وبين حاجه تانية. مش متقسم لموديولز، وبالتالي ما فيش سيبريشن للفانكشناليتي مظبوط. يعني تالت حاجه ان هو هاردوير ديبندنت، وبالتالي هنا يعني كل تايب اوف دوس فيرجن يعني ممكن يدبند على هاردوير معين. بالنسبه للادفانتج بتاعته ان هو بقى الادفانتجز بتاعته ان هو البرفورمانس بتاعه بيبقى عالي او هاير برفورمانس، والسايز بتاعه بيبقى يعني معقول او سمولر سايز. ماشي كده، يبقى زي ما هو احنا شايفين كده مكتوب الام اس دوس ريتن تو بروفايد ذا موست فانكشناليتي ان ذا ليست سبيس. يبقى هو سبيس بتاعه صغير، بس العيب بتاعه ان هو not divided into modules. وهنا الانترفيس بتاعه والليفلز بتاعه الفانكشناليتي are not well separated. هنيجي نتكلم بعد كده على النوع التاني اللي هو اليونكس، وده عباره عن more complex structure او non simple structure. هنا هنيجي نبص هنلاقي اليونكس بيعمل مودز جديده لليوزر والكيرنل. وبالتالي هنا لما تيجي تقارن تبص هتلاقي ان الادفانتج بتاعته ان هو بيديك هاير بيرفورمانس واد سام بروتكشن، يعني بيديك بعض انواع البروتكشن. الديس ادفانتج بتاعته ان هو هارد تو مينتين، وبيبقى هاردوير ديبندنت برضو ونوت فولي ليرد. يعني تبص تلاقي ان عندي السيستم بتاعي مش متقسم كومبليتلي لاير ستراكشر، او عامل ميرج كده مجموعه من السيرفيس حاططها كلها في لاير واحده. يبقى انا عندي الديس ادفانتج بتاع السيستم زي ما هو مكتوب كده ليميتد باي هارد باي هاردوير فانكشناليتي، وعندي الاوريجين اوريجينال يونكس اوبريتنج سيستم هاد ليميتد ستراكشرنج. هنا هتلاقي ان يونت اليونكس consists of two separate parts becoming within a system program والكيرنل. وكل حاجة بتبقى تحت السيستم كول انترفيس او اعلى من الفيزيكال لير.
دي بقول عليها الكيرنل، يبقى هي محطوطة ما بين حاجتين اللي هو السيستم كول انترفيس والفيزيكال ايه لير، يعني دي لير في النص كده بين التو لايرز دول اللي هو السيستم كول انترفيس والفيزيكال لير. فهنا في الكيرنل ده هتلاقيه بيقدم لي بقى كل السيرفيس اللي انا عايزها زي الفايل سيستم، سي بي يو سكيدولينج، الميموري مانجمنت، اي نوع تاني اوبريتنج سيستم يقدمه لي، الفانكشنز يعني كلها موجودة في ايه ليفل واحد. عشان كده هو يعتبر مور كومبلكس شوية او نون سيمبل، وده الشكل بتاعي بتاع الايه الاوبريتنج سيستم. فتيجي تبص هتلاقي اللي في اللير في النص دي اللي هي الكيرنل، قلنا هي موجودة بين السيستم كول انترفيس والهاردوير. تحت خالص عندي الهاردوير اللي هو عبارة عن مجموعة من الكنترولرز مع الحاجات الهاردوير، سواء عندي التيرمينال كنترولر وده بيتعامل مع التيرمينال، في عندي ديفايس كنترولرز وده بيتعامل مع الديسكس والتيبس، وفي عندي الميموري كنترولرز وده بيتعامل مع الفيزيكال ميموري. الجزء اللي في النص اللي هو الكيرنل ده طبعا بينه هتلاقي بين الكيرنل وبين الهاردوير هتلاقي فيه كيرنل انترفيس، وبين الكيرنل وبين الابر لير هتلاقي سيستم كول انترفيس. فهنا في اللير النص بتاعت الكيرنل هتلاقي عندك اللي هي السيجنالز تيرمينال، وده هاندلنج الكاركتر انبوت اوتبوت سيستم، وعندي التيرمينال درايفرز. الجزء الثاني عندي الفايل سيستم وسوابنج بلوك والانبوت اوتبوت سيستم، وهنا عندي بيستخدم الديسك واند التيبز درايفرز، وفي عندي الجزء الاخير اللي هو سي بي يو سكيدولينج والبيج ريبليسمنت والديماند بيجينج وفيرتشوال ميموري. يبقى الجزء الاخير ده كله بيتعامل مع موضوع الميموري سواء عندي في الكيرنل او الجزء اللي تحته بتاع الهاردوير اللي ينظره. الجزء اللي في النص بيتعامل مع الستورج او تحت في اللي تحت الديفايس كنترولر والديسكس والتيبس. الجزء اللي في الاول ده خالص بيتعامل مع موضوع التيرمينالز وادي الكنترولر بتاعه الهاردوير. في الابر لاير هتلاقي عندك الشيلز والكوماند والكومبايلرز والانتربريترز والسيستم لايبريريز، ودي كلها بتتعلق باليوزر بروجرام والسيستم بروجرامز والابلكيشن بروجرام. يبقى هنا نتيجة موضوع اللير ستراكشر الجديد اللي هو موجود ده زي ما احنا شايفين كده متقسم للايرز. فكده السيستم عمل لي ادفانتج جديدة ان هو ضاف لي بعض من البروتكشنز، و بقى البرفورمانس بتاعه يعتبر احسن. النوع اللي بعد كده اللي هو اسمه layered approach. في layered approach الاوبريتنج سيستم بيتقسم لمجموعة من اللايرز زي ما احنا شايفينهم كده، كل لير عشان تاخد السيرفيس بتبني تاخد السيرفيس بتاعتها من اللير التي تليها على طول. فهتلاقي عندي اللير اللي في النص اللي هي لير زيرو، دي عبارة عن الهاردوير، وبعد كده بتدي سيرفيس للير وان، ولير وان تدي للي بعدها، وهكذا لغاية لما يوصل لأعلى لير عندي اللي هي لير رقم ان، ودي بتبقى عبارة عن اليوزر ايه انترفيس بتاعي. وهنا طبعا ده هنا عيب خطير موجود في السيستم، ان عندي كل لير عشان تاخد او تشتغل بتاخد على الفانكشنز بتاعتها او الاوبريشنز والسيرفيسز من اللير التي تليها فقط اللي تحتها بس، وبالتالي انت عشان توصل من اليوزر انترفيس للهاردوير لازم تعدي على كل ليرز دي، او في اي لير تانية عايزة تاخد سيرفيس من لير لازم تنزل لايه لليرز اللي تحت كده وتعدي على كذا لير، وده طبعا بيعمل لي اوفر هيد. طيب هنيجي نبص هتلاقي النوع اللي بعد كده اسمه مايكرو كيرنل سيستم استراكشر. المايكرو كيرنل دوت سموه كده ليه؟ لان هو بيحرك بعض من السيرفيسز اللي كانت موجوده في الكيرنل مود وينقلها في اليوزر سبيس. فعشان كده السايز بتاع الكيرنل حصل له شرينك او قل في الحجم، فعشان كده بداوا يسموه ايه مايكرو كيرنل. بعض الاكزامبلز للمايكرو كيرنل زي الماك او اس اكس كيرنل، وهنا اللي بيحصل عندي ان بيحصل كوميونيكيشن ما بين اليوزر موديولز باستخدام تكنيك اسمه مسج باسنج، هنشوفه كمان شويه في الرسمه اللي بعدها. لما نيجي نتكلم على البينيفيتس فهنشوف ان هو هنا عمل لي سهولة ان انا اكستند المايكرو كيرنل بتاعي، ممكن اضيف سيرفيسز
ان هو عندي هنا easier to port الـ operating system واعمل منه new architectures، يبقى السيستم بتاعي more reliable لان في كود اقل في الحجم شغال دلوقتي موجود في الكيرنل مود، وعمل لي هنا more secure. ليه more secure؟ لان هتيجي تشوف ان انت عمل special modes او separate modes، واحد لليوزر مود وواحد تاني للكيرنل مود. بالنسبة لعيوب السيستم ده، ان هو بيحصل عندي performance overhead لنتيجة الكوميونيكيشن اللي بين اليوزر سبيس للكيرنل سبيس. هنشوف الكلام ده دلوقتي اللي هو في الرسمة دي اللي قدامنا اهي. زي ما احنا شايفين كده ان انا عندي في اليوزر مود اصبح فيها device drivers والفايل سيستمز والابليكيشن بروجرامز، وكل دول بياخدوا السيرفيس بتاعتهم من الكيرنل مود اللي هي تحت، اللي هي انتر فيها انتر بروسيس كوميونيكيشن والميموري مانجمنت والسي بي يو سكيدولينج. طيب اي حاجه من اللي فوق دول عشان يكومينيكيتوا مع بعض فبيستخدموا التكنيك اللي هو مسج باسنج، يبعتوا مسجز لبعض ولازم يبعتوا مسج ثرو الكيرنل مود، والكيرنل نتيجه ان هو حصل له شرينك. يبقى احنا الاجزاء اللي فوق دي كان في اجزاء منها موجوده في الكيرنل في زي السيستم اللي فات بتاع اليونكس مثلا، طلعناها في اليوزر مود، فاصبح الكيرنل مود ده حجمه اصبح اقل واصبح اسمه مايكرو كيرنل. طبعا الكيرنل مود بيتعامل مع ايه؟ مع الهاردوير. طيب هنشوف بعد كده المود اللي بعد كده او النوع الاوبريتنج سيستم استراكشر موجود بعد كده، ان السيستم بتاعي يتكون من موديولز او ممكن نقول عليه المودولر ابروتش. المودرال ابروتش في اوبريتنج سيستمز كتير بيستخدموا الابروتش ده، وهو عبارة عن لودابل كيرنل موديولز. يعني بجيب موديولز والموديولز دي بعمل لها لودنج تبع الطلب بتاعها، وده هنا الابروتش ده بيستخدم الاوبجكتس دي، وعشان كده هو بنقول عليه بيستخدم اوبجكت اورينتد ابروتش. وكل كور كومبوننت هو عبارة عن سيبرت مستقل بنفسه للكود بتاعه، كل واحد بيكلم الموديولز التانية عن طريق انترفيس معين معروف وازاي يقدر يوصله، وهنا بيبقى الموديولز دي لودابل او بنحملها تبع احنا وقت ما نحب، يبقى هي each is loadable as needed within the kernel. هنا بيديني برضو موضوع ان هو بيكون more flexible. واكزامبلز دي السيستمز دي اللي بيستخدم المودولر ابروتش اللي هو اللينكس والسولاريس. لو جينا بصينا للشكل بتاعه اهو، ده عبارة عن ايه؟ زي ما انت شايفين كده ده كور كيرنل بتاعي بتاع اكزامبل للسولاريس، وهنا عندي مجموعة من الموديولز، كل موديول هو عبارة عن سيبريت عن التاني أو مستقل عن التاني، وهنا ببدأ أعمل له لودنج وزن الكيرنل نفسه تبع الاحتياج ليه. فعندي واحد موديولز هنا للفايل سيستمز، واحد مخصوص للسيستم كولز، واحد نوع للإكسكيوتابل فورماتس، عندي ستريمز موديولز، في عندي ميليشنز موديولز، وفي عندي الديفايس اند باس درايفرز، وفي عندي حاجه للسكيدولينج للكلاسز. طيب هنيجي نشوف بعد كده النوع اللي بعد كده اللي هو الهايبريد سيستمز. ده نوع من انواع الاوبريتنج سيستم ستراكشرز، وده معظم الاوبريتنج سيستمز الحديثه هي عباره عن مش حاجه بيور موديل، يعني ما بتعتمدش على نموذج واحد فقط من الحاجات اللي احنا شرحناها قبل كده، لا دي هنا بتستخدم بتعمل كومباينيشن او بتعمل دمج ما بين اكتر من ابروتش من اللي احنا شرحناهم قبل كده. يعني فبتستخدم هايبريد سيستم بيكومباينز مالتيبل اي ابروتشز. ليه بقى؟ عشان ياخد البينيفيتس بتاعتهم كلهم، يعني ياخد الميزات بتاعتهم، فيعمل ادريسنج للبرفورمانس او السكيورتي او عندي اليوزابيلتي ايه احتياجات اليوزابيلتي او الاستخدام، يحسن البرفورمانس او اليوتيلايزيشن. يعني هنا هنيجي نبص هنلاقي عندي مثلا اللينكس والسولاريس كيرنلز، ده بيستخدم ككيرنل ادريس سبيس في حاجه
وبالتالي عندي موضوع المونوليثيك بلس المودولر بتاع ايه الدايناميك لودنج بتاع الفانكشناليتي. يعني اللينكس والسولاريس بيستخدم الميكس ده اللي هو الكيرنل بيستخدم مع المونوليثيك بالاضافه للمودولر. تمام. الويندوز هو عباره عن حاجه مونوليثيك بلس ان هو بيستخدم برضو المايكرو كيرنل للديفرنت سب سيستمز بيرسوناليتيز بتاعته. الابليكيشن ماك اوبريتنج سيستم اكس ده عبارة عن هايبريد لايرد ابروتش، وهنا بيستخدم اقوى يوزر انترفيس بلس الكوكو اي بروجرامينج انفايرمنت. تحت هنشوف الرسمة اللي جاية دلوقتي اللي هو الكيرنل اللي بيكون الماك مايكرو كيرنل بلس البي اس دي يونكس بارتس والانبوت اوتبوت كيت بتاعتي، بحيث ان هو يعمل دايناميك لودنج للموديولز، وده بنقول عليه كيرنل اكستنشنز. هو زي ما احنا هنشوف الرسمه دي كده بيتكون من اقوى جرافيك يوزر انترفيس اللي هو بنقول عليه الجي او اي، وفي النص عندي هنا الابلكيشن وانفايرمنت والسيرفيسز، وتحت عندي هو هنا ده اللي هو كيرنل انفايرمنت. والبي اس دي ده عباره عن ايه، اسمه بيركلي سوفت وير ديستريبيوشن، وده جزء من الكيرنل وبيديني البورتابل اوبريتنج سيستم انترفيس اللي هو اسمه بوزكس ابلكيشن بروجرامينج انترفيس اللي هو الاي بي اي. يعني لما نيجي بقى نشوف بعد كده الاي او او اس، وده هنا الابل موبايل اوبريتنج سيستم بنستخدمه مع الايفون او الايباد، وده الاستراكشر بتاعه بيبقى بيزد على الماك او اس اكس اوبريتنج سيستم، وده هنا بيضيف بعض الفانكشناليتي وبيشتغل على الديفرنت سي بي يو اركتكتشرز زي الارمز او الانتل. في عندي كاكاو تاتش هنا اوبجكتيف سي، ده عباره عن اي بي اي عشان اقدر اعمل بيه ديفلوبنج للابلكيشن. في عندي ميديا سيرفيسز ودي عباره عن لاير للجرافيكس والاوديو والفيديو، وفي عندي الجزء بتاع الكور سيرفيسز وده بيستخدم مع الكلاود كومبيوتنج والداتابيز اكسس. في عندي بعد كده الكور اوبريتنج سيستم بقى اللي هو مبني على الماك او اس اكس كيرنل نفسه. في شكل تاني من الاستراكشر اللي هو عباره عن الاندرويد، وده بيعتبر يعني هو تم بناؤه على الاوبن هاندسيت الاينس، يعني تقريبا شركة جوجل يعني هي اللي عاملاه، وده حاجة يعتبر اوبن سورس، وده قريب في الستاك بتاعه من الاي او اس، وهنا يعتبر هو موديفايد فيرجن من اللينكس كيرنل. طبعا هو بيقدمني مانجمنت لديفايس درايفر، وبيعمل ميموري مانجمنت وبروسيس مانجمنت بالاضافه للباور مانجمنت. هنا بالنسبه للران تايم انفايرمنت بيشتمل على لايبراريز ككور سيت، مجموعه من السيتس او مجاميع من اللايبراريز بالاضافه للدلفيك اي فيرتشوال ماشين. هنا الابليكيشنز بتاعتي بيحصل لها ديفلوبمنت في باستخدام الجافا بالاضافه ان انا بستخدم الاندرويد اي بي اي. هنا اللي بيحصل بالظبط ان انا عندي الملفات بتاع الجافا اللي انا بعمل فيها الكلاسز بتاعه الجافا، بعمل لها كومبايليشن للجافا بايت كود وبحولها للكود دوت، بعد كده بيحصل لها ترانزليشن لفورمات اكسكيوتابل اقدر انفذها اللي ممكن تشتغل بعد كده على الدلفيك فيرتشوال ماشين. اللايبريز بتاعتي بتحتوي على فريم ووركس او منصات للويب براوزر زي الويب كيت، والداتابيز زي الاس كيو ال لايت فيرجن منه، والمالتي ميديا وسمولر الليبس بتاعتي. وهنا في الرسمه بتاعتي ده الابلكيشن فريم وورك، فهنا هتلاقي الاي بي سي تحت دي اللي هي عباره عن لايبراري بستخدمها في الاندرويد.